الكبد قد ايه مهم انه يكون صحي لكل صحه الجسم؟ الكبد من الاعضاء اللي كثير مهمه. فاليوم انت محضرتي لنا النظام الصحي للاشخاص اللي بيعانوا من دهون على الكبد وكمان تليف كبد. بالضبط. هلا مين بيجي قبل؟ دهون الكبد عادة، الفاتي ليفر. هلا عادة شو هي حلقة؟ هلا مرات تليف كبد مرات بيصير كمان من تناول الكحول، الأشخاص اللي عندهم إدمان على الكحول، بس في عنا تليف كبد ممكن يصير من الأشخاص اللي عندهم تناول الكحول نتيجة مشاكل على الكبد كتير كبيرة. واحدة منها إنه الأشخاص اللي كتير بيصير عندهم دهون وسطية، دهون على الكبد بشكل كتير كبير، ممكن الدرجة تزيد لدرجة إنه يبدأ يصير عنا تليف على الكبد. فعنا عدة، يعني واحدة منهم هدول الأشياء، يعني يا بكون مرات كحول يا مرات سوء تغذية وزيادة وزن لفترات كتير طويلة، وفي أسباب تانية. يعني مرات في يعني أسباب تانية، بس اليوم رح نركز على الأشياء التغذوية اللي هي الأشخاص اللي بيصير عندهم سمنة وسطية. إحنا أكتر الأشياء اللي بنخاف منها اللي هي تراكم الدهون في منطقة البطن اللي بنسميها visceral fat. أيوة. وهاي المنطقة مع الوقت بتصير تأثر على الأعضاء الداخلية، إذا كان على البنكرياس بيصير في عنا مقاومة إنسولين، وعلى الكبد بيصير عنا تراكم أو بنسميه الفاتي ليفر، تراكم الدهون. أوكي. العلاج تغذوي، يعني أيوة. هو الشخص لازم يعالج حاله بالتغذية، ما في أكل معين هو اللي رح يقضيله على دهون الكبد، لازم يمشي بحمية. وعادة بخبرتي عادة بعيادات التغذية، إحنا عادة على حسب قدي درجة الدهون على الكبد، ممكن تأخذ الشخص 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر سنة حسب قدي صاير الوضع، بأنه يتبع نظام غذائي هدفه الأساسي أنه ننزل نسبة الدهون الموجودة بالجسم، ننزل بشكل كتير كبير من الوزن، نوصله حتى لوزن مناسب. في حتى مرات بكون ناس وزنهم مش كتير زيادة وزن بس أكلهم سيء وعندهم كتير دهون داخلية، فهدول كمان بدنا ننتبه لأكلهم. طيب شو الفحص اللي بيبين الدهون على الكبد؟ في عادة بيعملوا عند الطبيب في أنزيمات الكبد وهدول الأشياء بتبين إذا كانت مرتفعة في عنا مشكلة، وعادة الدكتور بيعمل صورة بيبين على الصورة، بالصورة بيشوفوا قدي درجتها، يعني في تشخيص معين عند الطبيب. بس لما يكونوا مثلا الدهون الثلاثية تريجليسرايدز عالي، هل هذا مؤشر إنه ممكن يكون فيك دهون على الكبد؟ مش شرط، بس عادة كتير الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الدهنيات بيشيكوا كمان الدكتور، لأن هي حلقة. يعني مرات إحنا شو النمط اللي صرنا نشوفه؟ شخص عنده مقاومة إنسولين، زيادة وزن، بضل زيادة الوزن عنده كتير كبيرة، مع الوقت ممكن تصير عنده هاي اللخبطة إنه نبدأ نلاحظ أنزيمات الكبد بدأت ترتفع، دهون الوسطية بدأت ترتفع، فلازم نتدخل تغذويا بأسرع وقت ممكن. لأنه إذا إحنا شلنا دهون الكبد أو حاولنا نرجعها عشان ما تصير تليف لقدام. نعم. اوكي، فهاي من الاشياء اللي نركز عليها. شو الحميه اللي بتعطيهم اياها؟ هلا رح نحكي على الحميه، خاصه انه الكبد هو جزء مهم لهضم الدهون والبروتين وتخزين الفيتامينات والمعادن. اول شيء نركز عليه تناول الالياف بكثره. اوكي، ونركز على الخضار الورقيه، الملفوف من اكثر السلطات المفيده جدا للاشخاص اللي عندهم دهون على الكبد. ممكن نتناولها، الاوراق الخضراء طبعا، ني ما في مشكله اكيد طبعا، عشان نقدر نساعد انه نقلل الدهون الموجوده. الخضار الورقيه بانواعها، يعني انا جايبه هون عده انواع من الخضار ورقية، من الأشياء اللي ممكن الشخص يبدأ يدخلها على النظام الغذائي، على السلطات، على يعني بكل بالثلاث وجبات الأساسية. لازم خضار ورقية. خضار يعني الظهر على الغداء والعشاء لازم خضار ورقية. خضار ورقية وخضار تاني، بس الخضار الورقية مفيدة جدا. في إشي أحسن من إشي؟ لا، كلهم هدول مفيدين. هلا دائما الخضار الغامقة فيها أنتي أوكسيدنتس أعلى، بس كلها رح تفيد الشخص هذا. بالسلطات كمان ندخل كتير خضار ورقية. أوكي. مش غلط كمان ندخل الفليفله والخيار والبندوره، بس انه لازم ناخذ 5 إلى 6 حصص من الخضار يوميا. يعني في ناس بيصيروا شو يعملوا، بياكلوا ساندويتش شويه غداء وبيخففوا اكل بالمره، ما بنفع. بدك تاكل اشياء تساعد على التقليل من نسبه الدهون بالجسم وتقدر تنزل الدهون الموجوده عندك. فالخضار من الاشياء اللي كتير مهمه، وركزت على انواع خضار مهمه، سبانخ عندنا، الملفوف مهمين جدا، ملفوف ابيض او احمر، هدول فيهم فائدة غذائية كتير منيحة. البروكلي والزهرة كمان كتير مفيدين ضمن القائمة هاي. الشوفان كتير مفيد للأشخاص اللي عندهم دهون على الكبد، لأنه بيقلل من امتصاص الدهنيات. فممكن نصير ندخل الشوفان على اللبن، ممكن كمان ندمج شوفان مع التوم. التوم كتير مهم لدهون الكبد، يعني ممكن نحط لبن وشوية شوفان، إذا نعمله مالح يعني لبن وشوية نعنع وتوم،
وفي كمان من الاعشاب اللي كثير مهمه في شيء اسمه سيليوم هاسك، الاسباغول عباره عن الياف، هي عشبه، هاي عاليه جدا برضه بتقلل من الدهون، وهي ممكن نضيف مع الشوفان مع اللبن او مع الحليب، هاي كثير مفيده. وفي كمان اعشاب عندنا اذا سامعين في الحليب الشوكي الميلك تسل بيجي زي مكملات، برضه نعمل عليه دراسات بيساعد الاشخاص اللي عندهم دهون على الكبد ليقللوا من دهون الكبد، بيجي على شكل كبسولات. برضه تستشيروا الطبيب فيها، بس بزبط مع حميه مش لحاله طبعا. بالضبط، يعني اسمه ما بنقدر ناخذ واحد من المكونات ونقول لا هي مجموعه، هي خطه علاجيه، خطه علاجيه هي اللي بتعطي النتيجه. بالضبط، ومع تقليل الملح، يعني الاشخاص اللي عندهم دهون على الكبد وتليف كبد خاصه لازم يكون تناول الصوديوم اقل من 2000 ملغ باليوم. يعني معظم الأشخاص اللي بياكلوا كل يوم شاورما برجر هدول الأشياء بوصلوا لستة آلاف أو 4000 ملغرام صوديوم باليوم، هذا النظام الغذائي كتير سيء، وهي من الأشياء اللي لازم يعدلوها إنه الملح نخففها. طبعا تناول الأسماك ونخفف من اللحوم الحمراء والأسوأ خاصة لتليف الكبد اللحوم المصنعة، مرتديلا، سوسج، نعانع، لية صاجية معلية، هاي من الأشياء اللي لازم نبتعد عنها كمان، هاي سيئة جدا. نركز طبعا على الأسماك، أوميغا 3 أقل إشي مرتين سمك بالنهار، ممكن ثلاثة سمك بالنهار بالأسبوع سوري بالأسبوع. برضو الأسماك مفيدة، واللي ما بقدر أسماك فريش أكيد بنقدر نستخدم التونة والسردين من أهم العناصر الغذائية. بدنا نبعد عن العصائر المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية المحلاة بالسكر، سيئة جدا. والحلويات هدول من الأشياء اللي لازم نبتعد عنهم، سيئين جدا وحش، نخفف منهم طبعا. طيب وهلا في إشي بالنسبة للشاي قهوة ولا هدول بضل؟ هلا بالنسبة كمان لتليف الكبد بدنا نخفف أكيد من السوائل، لأنه مرات بصير عندهم إديما اللي هو تجمع السوائل بشكل كتير كبير، فبده يكون في عنا نتحكم بكمية السوائل باليوم مع تقليل الصوديوم، هذا بالنسبة لتليف الكبد، ونقلل من المشروبات زيادة عن اللزوم من قهوة وشاي وغيرها. واللي عندهم تليف كتير مهم يأكلوا كمية كافية من البروتين ويقسموا وجباتهم خلال النهار، ويتجنبوا طبعا اكيد تناول يعني ما يكون نظام اكلهم كله بالليل، لانه احنا لازم نقسم وجباتنا خلال النهار عشان نقدر نريح الكبد، يعني الكبد زي ما حكينا هو موتور، موتور الجسم، بهضم بروتين كاربز، بخزن فيتامينات، فلازم اذا صار تليف نقدر نريحه، فبدنا نريحه انه نعطيه وجبات مقسمه خلال النهار بكميه كافيه من البروتين. اوكي شكرا. اهلا رندا.